مهمين جدا، والثلاث نقط بتوع النهارده تحديدا يفرقوا معانا بشكل كبير جدا في مشوار الدوري. خليني اقول لحضراتكم انه الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب النهارده قرب لدرع الدوري بنسبه 75%. اعتقد هنكون فرقنا احنا 59 نوصل 62، هنكون زياده ماتش واحد عن اقرب منافس لينا اللي هو بيراميدز. احنا بنتكلم في 20 نقطه وفاضل في الدوري هيكون 11 ماتش، صعب قوي قوي ان لم يكن مستحيل، طبعا ما فيش مستحيل في الكوره، لكن صعب قوي على فرقه النادي الاهلي انها تخسر الكم الكبير جدا من الماتشات اللي يعوض الفارق بالنسبه لاقرب منافسين، ده في حال ما اذا فاز المنافس المباشر ليك اللي هو بيراميدز دلوقتي بكل ماتشاته. عشان كده بقول لحضراتكم بنسبه كبيره جدا كل خطوه كل مباراه كل ثلاث نقط بيضيفهم الاهلي لرصيده بيقربوا النادي الاهلي خطوه عملاقه نحو حسم بطوله الدوري. احنا لسه رقميا طبعا الدوري ما اتحسبش، لكن اللي بقوله لحضراتكم انه بنسبه 60 او 70% يدخل الاهلي بشكل كبير جدا في حسم البطوله ان شاء الله لو كسب النهارده. ثلاث نقط مهمين اتفقنا على الجزئيه دي، لكن في نقط واعتقد اهداف قدام الجهاز الفني قدام لعيبه النادي الاهلي النهارده في ماتش المصري في غايه الاهميه ولا تقل اهميه باي حال من الاحوال على الثلاث نقط. بدايه الروح، الروح اللي شفنا فرقه النادي الاهلي بتستعيدها في اللحظه اللي طرد منها او اللي طرد فيها ديانج في الماتش الاخراني. الحقيقه يمكن ان طبعا يعني مش بتكلم على الماتش ومش بتكلم على الحاله ومش بتكلم في الهدف بتاع مروان اللي جه بلس 90، ومروان واحد من المكاسب زي ما قلنا بادجي واحد من المكاسب في ماتش اسوان، وانه ابتدى يجي مروان اعتقد الهدف اللي جابه مؤثر حاسم صعب قول عليه زي ما تقول، لكن الحقيقه اعتقد انه استعاد بيه مروان جزء كبير جدا مش هقول من حساباته مع جمهور النادي الاهلي لكن من حساباته مع نفسه، واعتقد انه الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله واحد من اهداف الماتش النهارده ان احنا نشوف كيرف راس الحربه رقم 9 في النادي الاهلي بيعلى، سواء كان مروان اللي بيشارك او كان بادجي اللي بيشارك. ده هدف، الهدف اللي قلت لحضراتكم عليه فكره الروح الفانيلا الحمراء اللي ظهرت بشكل كبير جدا الماتش الاخراني لغايه لحظه ما قبل ديانج، كنت حاسس انه الفريق رغم انه بيلعب مكتمل الا انه مفتقد الروح، مفتقد الحميه، مفتقد الدافع، مفتقد حاجه مش مؤثره بشكل كبير جدا على شكل على تيم النادي الاهلي. لكن في اللحظه ساره اللي خرج فيها ديانج انا شفت الحقيقه النادي الاهلي كما تعودنا رغم حاله النقص العددي ورغم انه الجونه كان مركز بشكل كبير وكان فايق في اليوم ده وكان بيمثل مصدر خطوره على النادي الاهلي، والشناوي الحقيقه كان عملاق في اكتر من لقطه، لكن الحقيقه الروح دي هي اللي نتمنى انها تستمر النهارده في مباراة المصري. من المكاسب كمان ومن الأهداف اللي الأهلي النهاردة أعتقد حاططها قدام عينيه هي فكرة أنه يدي مساحة للعيبة إن شاء الله أنه الجيم يبقى ماشي وظروف الجيم كويسة زي ما أنت بتقولي. صالح النهاردة داخل القائمة، وأعتقد أنه لو الماتش ماشي كويس مع الأهلي هنشوف صالح في الملعب حتى ولو لدقائق بسيطة، مفيش حد طبعا هيرجع إلا يعني لما يكون بالتدريج. وكمان غير صالح في لعيبة تانية لو الماتش وظروف المباراة مشيت كويس وكانت في مصلحة النادي الأهلي أعتقد أنه الجهاز عايز يجرب اكتر من لعيب واكتر من طريقه، وزي احنا كنا لسه بنتكلم على محمود وحيد برضو انه يعني طمنا عليه، فطبعا هتبقى فرصه للجهاز الفني انه يدي اكتر من لعيب ويحط بدايل في اكتر من مركز ويجرب اذا سمحت الظروف طبعا اكتر من طريقه خلال المباراه. فعشان كده بقول لحضراتكم ماتش النهارده مهم جدا سواء من ناحيه حسابات الارقام وحسم البطوله او من ناحيه الفرص والاهداف اللي بيركز عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمارد الاحمر في برج العرب. ماتش النهارده بالمناسبه 8:30 عشان في ناس كتير جدا ممكن تبقى فاكره انه الماتش زي الماتشات اللي فاتت هيكون 9، لا ماتش النهارده ان شاء الله 8:30 في ملعب برج العرب. اكيد فعلا.